بعيدا عن المطالب اللي موجهينها للمعتصمين او بعيدا عن هي رساله لكل شخص معنا وكل شخص يدعي انه يمثل الثوره من القياديين سواء كان سياسيين او عسكريين. التظاهر السلمي والاعتصامات والاحتجاجات على سلطات الامر الواقع حق مشروع للشعب، واي تطاول على المتظاهرين السلميين يعتبر جريمه، جريمه بحق الثوره وجريمه بحق المتظاهرين وجريمه بحق ثوره قدمت اكثر من مليون شهيد. وكل شخص يعتدى على المتظاهرين هو مجرم 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 ايا كان. اليوم بمدينه عسرين طالعين تأييد المظاهرات الموجوده في مدينه ادلب، تمام؟ واحنا هاي المظاهرات نقول انه هي يعني اساس الثوره السوريه، واحد مبادئ الثوره السوريه هي الخروج على الفساد والظلم بشكل عام، تمام؟ واحنا سوريا بشكل عام ما زلنا نقول انه احنا سوريين ونطلع على اي شخص نرى انه هو فاسد او مظلم او ظالم، وهذا حقنا، واحنا ما زلنا نحافظ على حقنا بعد 13 سنه. اليوم ما حدا يجي يقول لنا يحق لك تطلع وما ما تطلع. احنا طالعين اليوم نندد بالقمع اللي صار بمدينه ادلب وتكسير خيمه الاعتصام بهالطريقه هي الوحشيه العنيفه، وهذا الشيء بذكرنا بفك الاعتصام ايضا بمدينه الباب قبل سنه، وبذكرنا ايضا باعتداء قوات الشرطه علينا بمدينه الراعي. العقليه واحده، القمع واحد، ان كان في ادلب ولا ان كان في عفرين ولا بالباب ولا بعزاز. نحن جماعة سلميين متظاهرين مدنيين نطالب بدولة تحمينا ونكبر نحن وياها سوا. اليوم خرجنا مظاهرة ووقفة حتى نأكد على انه حق التعبير حق مشروع. يحق للجميع يعبرون، يحق للجميع انه ينتقد، ويحق للجميع انه يبدي رأيه بدون اي عملية قمع لهذا التعبير. الحرية هي ما نصبوا إليه من 12 سنة، نحاول الوصول إلى مجتمع عادل، مجتمع سود الحرية والأمان إن شاء الله. اسمعوا مني يا ناس، كرامة ما تنداس، ما تنفع شرطة وحراس، ما ينفع شرطة وحراس، وما ينفع أمن وحراس، ما ينفع أمن وحراس. إذا على الواقع ثرنا، إذا على الواقع ثرنا، جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا.